بينما تحاول منصات البث التدفقي خفض التكاليف، تراهن أمازون بشكل كبير على قرار إنتاجها مسلسل سيد الخواتم وعرضه. فالمسلسل يعد الأكثر تكلفة على الإطلاق، إذ تقدر ميزانيته بنحو 465 مليون دولار للموسم الأول فقط. وهو أمر تعيد العديد من الشركات كنتفليكس وديزني وورنر برادرز ديسكفري النظر فيه، إذ تعيد تقييم الطريقة الأكثر ربحية مع استمرار تطور صناعة البث التدفقي. بعبارة أخرى، يرى المتابعون أن أمازون تمتلك الموارد والأموال لإنتاج عرض كهذا، فهي شركة متنوعة تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار. من جهة ثانية، يقارن البعض بين إنتاج أمازون هذا وإنتاج منصة HBO المتمثل في مسلسل بيت التنين، الذي بدأت المنصة تجني ثماره، إذ حضر ما يقارب من 10 ملايين مشاهد الحلقة الأولى فقط من المسلسل. من جهتها، تخطط شركة نتفليكس المنافسة لإطلاق نسختها المدعومة بالإعلانات مطلع نوفمبر المقبل، ويتراوح سعر الاشتراك بين 7 و9 دولارات شهرياً.